يسعد صباحكم مشاهدينا وما كنتم بتتابعونا في هذا النهار الجديد ومشوار صباحي جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر آذار للعام 2016. يسعد صباحك صباح يا الخير منا. كيف حالك اليوم؟ يسعد صباحك وأسعدتم صباح المشاهدين أينما كنتم داخل وخارج فلسطين حتى العاشرة بتوقيت المحلي محطات مختلفة من فلسطين هذا الصباح نتوقف الزاوية الإخبارية منها وفي البداية مع الأحداث في قلنديا واقتحام قوات الاحتلال للمخيم منذ ساعات مساء يوم أمس وحتى فجر هذا اليوم خلف شهيد زياد السجدية 22 عاما والعديد من الإصابات منها حالة حرجة. وأيضا هذا الصباح في مدينة القدس المحتلة تحديدا في حي الثوري جنوب المسجد الأقصى المبارك عمليات هدم مستمرة يعني حتى هذه اللحظة. نتوقف مع الموضوعين موضوع قلنديا وموضوع الثوري بالتفصيل من خلال مراسلينا. نعم يعني إياد سجدية كان طالب في معهد الإعلام العصري في جامعة القدس كان مثال للطالب النشيط المجتهد واللي دائما هيك كان له فعاليات داخل الكلية وداخل معهد الإعلام. يعني بالفعل أحزننا خبر وفاته هذا الصباح خبر استشهاده. الرحمة للشهيد طبعا وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل المصابين ولكل الجرحى. في محطاتنا في فلسطين هذا الصباح كالمعتاد قراءة في أبرز ما عنونت الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. من محطاتنا المنوعة نتوقف في أولاها مع السلامة العامة في مدن الألعاب والملاهي وهذا ربما الموضوع يعني مطروح للنقاش في عقب الحادث اللي كان الأسبوع الماضي الحديث عن خلل معين وحادث. اليوم نشوف الدفاع المدني وكيف عمليا بتم الإشراف على هذه المدن تأكد من أنه كل شيء فيها صالح وسليم ولا يوجد يعني ما يعرض حياة الأطفال وحياة رواد هذه الأماكن الترفيهية للخطر خصوصا ونحن مقبلين على فترة الصيف وبالتالي الازدياد يعني بيكون صحيح مرحب. وهلا تحديدا فترة الربيع فترة الرحلات صحيح. المدرسية بتكون وكل هذه صح المدارس معطلة للأسف بس يعني انتظم الدوام إن شاء الله خلال الفترة القادمة. يعني بنشهد احنا عادة شهر أربعة دائما شهر الرحلات المدرسية اللي بتكون متوجهة أيضا لكل هذه الأماكن الترفيهية. أيضا في محطاتنا من فلسطين هذا الصباح صندوق التكافل الاجتماعي وإطلاقه في غزة تحديدا. هذا الصباح أيضا نتوقف مع يوم مفتوح في جمعية الصم والبكم ويعني إدخال البهجة والسرور على النزلاء في هذه الجمعية. في جامعة بير زيت التي تتقدم الجامعات الفلسطينية في تصنيف QS هذا التصنيف العالمي بنتعرف طبعا على هذا التصنيف ولماذا حازت جامعة بير زيت على هذا التصنيف وماذا يعني أيضا؟ بكتيريا الدواجن هي المسبب الأكبر لتسمم الغذائي هذا معطيات إسرائيلية عمليا ومن السوق الإسرائيلية بما أنه إحنا سوق عمليا مشتركة أو يعني بنجيب دواجن من السوق الإسرائيلية فكيف بتأثر السوق الفلسطينية بهذا التسمم. نتحدث مع مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة هذا الصباح ومدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة وكيف الإجراءات للحد من يعني حالة التسمم في هذا الجانب. مشروع صناعة القراء طبعا هذا المشروع أو الحملة خلينا نقول اللي تطلق لتشجيع يعني فئات الأطفال والشباب تحديدا على العودة لعادة القراءة. دي أبرز الموضوعات أكيد إلى فاصل قصير ونكون من بعده مع قراءة سريعة لأبرز عناوين الصحف وقلنديا وحي الثوري هذا الصباح وما حدث في قلنديا ويحدث حتى اللحظة في حي الثوري. تفضلوا بالبقاء معنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمس
نفسك يا بلدنا، يسعد صباحك يا وطننا، يا محلى شمس يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. إلى صحيفة القدس وأبرز ما عنونت لهذا اليوم: اشتباك مسلح داخل مخيم قلنديا بين شبان وقوة خاصة إسرائيلية، وتشيع جثمان الشهيد المقدس الغزالي بحضور عدد ضئيل من أفراد عائلته، قرار بهدم منزل منفذ عملية الدهس قرب مفترق حلحول قبل أكثر من 3 أشهر، اقتحامات جديدة وإحباط صلوات تلمودية في الأقصى ومنع أبرز خطبائه من دخول القدس ونصب الكاميرات في المسجد ما زال قيد البحث والتدقيق. إلى أولى الأيام هذا الصباح وأبرز ما تناولته من موضوعات وأخبار على أولاها: هدم منشآت سكنية في الأغوار، سلطات الاحتلال تعلن اعتقال قناصي الخليل شقيقان من حارة أبو سنينة، نفذ عدة عمليات، ما يسمى جهاز الشباك الإسرائيلي أعلن اعتقال الشقيقين ناصر بدوي 23 عاما وأكرم بدوي 33 عاما من حارة أبو سنينة في مدينة الخليل، والمتهمين بتنفيذ عمليات إطلاق نار على جيش الاحتلال والمستوطنين بالقرب من الحرم الإبراهيمي في أكثر من مناسبة. الاحتلال يبحث عن شخصين بحجة محاولة طعن بالقدس الغربية، 30 مواطنا فقط تمكنوا من تشييع جثمان الشهيد الغزالي. فجر هذا اليوم إصابة جندي إسرائيلي وأحراق سيارة خلال اقتحام مخيم قلنديا، واقتحامات جديدة للمستوطنين وإحباط صلوات تلمودية في المسجد الأقصى المبارك. عودة إلى صحيفة القدس، ومن أبرز ما عنونت لهذا اليوم: فتح تدعو المعلمين لوقف الإضراب فورا والعودة إلى المدارس خلال اجتماع اللجنة المركزية برئاسة الرئيس، والحكومة تنفي تشكيل لجنة رئاسية للحوار مع المعلمين وتعزو عدم استجابتهم لأزمة في التمثيل، والحركة الأسيرة تطرح مبادرة لحل الأزمة. نقرأ أيضا من صحيفة القدس: الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال خلية قنص لحماس بالخليل مسؤولة عن إصابة 4 جنود ومستوطنين، وصحيفة هآرتس: المستوطنون في الغور يوسعون سيطرتهم على أراض فلسطينية. من أولى الأيام أيضا طلع هذا الصباح تسلم رسالة من السيسي: الرئيس يطالب بدور أوروبي أكثر فعالية في العملية السياسية، حيث طلب الرئيس محمود عباس بدور أوروبي أكثر فعالية في العملية السياسية يتناسب وحجمها الاقتصادي المهم، مشددا على رفض القيادة الفلسطينية للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره. دكتور نبيل الشعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يقول لصحيفة الأيام: صمود السلطة معجزة
وإسرائيل تدفع لمنع تحولها إلى دولة مستقلة. إلكن يقول انهيار السلطة الفلسطينية مسألة وقت فقط. دكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال للأيام من الحكومة الإسرائيلية تفعل كل ما هو ممكن من أجل منع تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة مستقلة ذات سيادة. إضراب المعلمين متواصل ودعوات الاعتصامات في مراكز المدن اليوم. التربية ترحب بمبادرة الحركة الأسيرة لحل الأزمة. وناطق باسم الحكومة يقول عدم استجابة المعلمين للمبادرات يعود لأزمة تمثيلهم. كبار قادة الحزب الديمقراطي غاضبون من إدارة أوباما بسبب تجاهله البنود المؤيدة لإسرائيل في اتفاق التجارة. والقدس تلتقي مع وزير التربية طبعا ولقاء موسع أكيد تم طبعا التطرق فيه إلى الإضراب. من أبرز عناوينه: صيدم نواجه ضائقة مادية وسنأخذ خطوات لتنفيذ الاتفاقات وصرف المتأخرات، ننتصر للمعلم وفق الاتفاقات، والوزارة تشعر بالحرقة لرؤية المدارس مغلقة ولا نعرف إلى أين ستنتهي مطالب المعلمين حتى نستطيع التعامل معها. وأكد أيضا أن يعني الوزارة تشعر بالألم عندما ترى المدارس مغلقة، مشددا على أن هناك اتصالات تقوم بها مع مجالس أولياء الأمور والمجتمع المدني والمؤسسات الشعبية والرسمية لاستئناف العملية التعليمية. وأوضح في حواره مع صحيفة القدس أن الحكومة الفلسطينية لا تعتزم حتى موعد هذه المقابلة استبدال المعلمين، بل قررت اعتماد لغة الحوار لحل الأزمة. الرئيس يترأس اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، وأيضا الحركة تدعو المعلمين لوقف الإضراب فورا والعودة إلى المدارس. مصر ترشح أبو الغيط لخلافة العربي في الجامعة العربية، حيث يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا غير عادي في العاشر من أذار من الشهر الجاري بالقاهرة لانتخاب أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا لنبيل العربي الذي أعلن عدم رغبته في تولي المنصب لولاية جديدة. أيمن عودة يلوح باستقالة نواب العرب من الكنيسة إذا تم إقصاء نواب التجمع، حيث هدد نائب أيمن عودة رئيس القيمة العربية المشتركة بترك الكنيسة في حال تم التصويت على إبعاد نواب التجمع. قال إنه إذا تم إقصاء نواب التجمع وفق القانون الجديد الذي ستتم المصادقة عليه حتى الأسبوع القادم فسأفكر في الاستقالة من الكنيسة ليبقى لليهود فقط. نتنياهو يقول القوة هي الضامن الوحيد لمستقبل إسرائيل، وأحداث الضفة والقدس بين مزدوجين حسب تعبيره إرهاب. ينضم إلينا مراسلنا من القدس محمد عبد ربه. محمد صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير محمد. ما الذي يحدث في حي الثوري هذا الصباح في مدينة القدس المحتلة؟ الحديث يدور عن هدم لمنازل. هذا صحيح خميس. طواقم مشتركة من بلدية وشرطة الاحتلال اقتحمت منطقة وادي ياسول إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس، وشرعت بعملية هدم لمنزل المواطن يوسف سمرين. خلال تصدي المواطنين لعمليات الهدم هذه أصيب 5 منهم بالرصاص المطاطي واختناقا بالغاز المسيل للدموع، فيما أغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت الدخول إليها. عدا ذلك خميس فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، عاد الحاخام المتطرف إيهودا جليك ليقتحم المسجد الأقصى هذا الصباح. قبل قليل قاد جليك مجموعة من المستوطنين أو من غلاة المستوطنين المتطرفين واقتحم باحات المسجد الأقصى. هذا الاقتحام هو الأول منذ عدة أشهر بعد أن كانت شرطة الاحتلال منعته من الدخول إلى باحات المسجد إثر قيامه بالاعتداء على مسنة من الداخل الفلسطيني وكسر يدها. المحكمة الإسرائيلية كانت أجازت للحاخام جليك قبل عدة أيام معاودة اقتحاماته للمسجد الأقصى، مؤكدة ألا مبرر لعدم مشاركته في هذه الاقتحامات اليومية والتي كان قادها في السابق.
وكان تعرض لمحاولة اغتيال قبل أكثر من سنتين. بالتالي خميس نحن أمام تصعيد إسرائيلي نوعي هذا الصباح، سواء ما تعلق بعمليات الهدم أو اقتحامات المسجد الأقصى وما حدث في مخيم قلنديا من عمليات قتل واقتحام وإصابات في صفوف المواطنين. كل حال شكرا جزيلا لك مراسلنا من مدينة القدس المحتلة الزميل محمد عبد ربه إلى قلنديا. إلى قلنديا، وتنضم إلينا زميلتنا ميساء عياد. ميساء صباح الخير. يسعد صباحكم زملاء، صباح الخير لكافة المشاهدين، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا. نعم ميساء، دعينا في تفاصيل ما حدث في قلنديا يعني طوال ليلة أمس. نعم، استشهد الشاب إياد عمر سجدية 22 عاما وأصيب 11 آخرين بالرصاص الحي وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، يعني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا الواقع إلى الشمال من العاصمة المحتلة. استمر الاقتحام منذ الساعة 10 حتى فجر اليوم الثلاثاء. يعني الشهيد سجدية هو طالب في كلية الإعلام بجامعة القدس في سنته الرابعة، يعني كان متحمسا جدا للحظة تخرجه وحصوله على الشهادة. أصيب برصاص قناص من جيش الاحتلال حيث وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله شهيدا. يعني قوات الاحتلال اقتحمت نحو 1500 جندي معززة بعشرات الآليات ناقلات الجند الجرافات، كانت تساندهم أيضا مروحيات مقاتلة من طراز داتشي في سماء المخيم عند الساعة 10 مساء يوم الاثنين. دارت اشتباكات مسلحة بينها وبين شبان المخيم استمرت حتى الساعة 2:30 فجر اليوم. استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، قنابل الصوت، الغاز المسيل للدموع، الغاز المطاطي، بحجة البحث عن جنديين إسرائيليين تم فقدهم في مخيم قلنديا. الحالة في هذه الأثناء في مخيم قلنديا تعم الحزن، فيخيم الحزن على مخيم قلنديا الذي سيودع اليوم في جنازة إن شاء الله مهيبة شهيده إياد. يعني مخيم قلنديا قدم خلال الهباء الجماهيرية العديد من الشهداء، يرتفع بارتقاء الشهيد إياد 12 شهيدا. يوم أمس أيضا فرضت قوات الاحتلال خلال هذه العملية العسكرية طوقا أمنيا مشددا على المخيم، حولته إلى منطقة عسكرية مغلقة، منعت سيارات الإسعاف من الدخول حتى إسعاف من دخول المخيم وإسعاف الجرحى والمصابين في المخيم. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الزميلة ميساء عياد، تحدثت إلينا هذا الصباح من مخيم قلنديا. رحم الله الشهداء والشفاء العاجل لجرحانا. بالعودة إلى صحيفة الحياة الجديدة، ومن أبرز ما عنونت: اشتباكات عنيفة في مخيم قلنديا والاحتلال يستخدم الطائرات لإنقاذ قوة من المستعربين، الرئيس يطالب بدور أوروبي أكثر فعالية في العملية السياسية، واستقبل وفدا برلمانيا بلجيكيا وتسلم رسالة من السيسي حول الأوضاع العربية والتنسيق المشترك، فتح تثمن دور المعلمين التربوي وتدعوهم لوقف الإضراب فورا، والمركزية ناقشت مجمل الأوضاع وأكدت دعمها المطلق لجهود إنهاء الانقسام وأشادت بالمبادرة الفرنسية. من الأيام أخيرا من الصفحة الأولى: مستوطنون يستولون على 600 دنم من أراضي المواطنين في منطقة الأغوار، هذا وفقا لما أشارت إليه صحيفة هارتس العبرية. أن المستوطنين اليهود سيطروا خلال العام الماضي 2015 على 600 دنم من أراضي الفلسطينيين الخاصة في منطقة الأغوار، مستغلين إعلان قوات الاحتلال تلك الأراضي مناطق أمنية مغلقة يمنع دخول أصحابها الفلسطينيين. ونمر سريعا أيضا على ما يعني الإعلان من قبل الهيئة العامة للبترول حول الأسعار مع بداية الشهر، مع بداية شهر أذار. السولار 4 شواكل و76 أجورة، البنزين 95 وهو الذي طرى عليه الانخفاض، 5 شواكل و42 أجورة، البنزين 98 و5 شواكل و94 أجورة، الكاز 4 شواكل و76 أجورة، وسعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام 52 شيكل في محل التوزيع. ويعني أي مخالفات ممكن تكون في هذا الجانب ممكن الاتصال وتقديم شكاوى.
ما تبقى من الحياة الجديدة على عجالة خميس، الكنيسة يسعى لشرعنة قانون الإقصاء العنصري، وتحدثنا قبل هيك عن هذا القانون. يدعو اتفاق تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيعلن خلال أيام. سودا ستريم الإسرائيلية تستغني عن العمال الفلسطينيين بعد رفض الحكومة منحهم تصاريح للعمل. ومحافظ جنين يصدر قرارا بمنع الاعتصام والمسيرات دون إذن مسبق. مجموعة استيطانية تصور سفير الاتحاد الأوروبي كآكل لحوم البشر تحت مزاعم أنه يقود السيادة الإسرائيلية. هذه يعني أبرز العناوين اللي طلعتنا بها صحيفة الحياة الجديدة، بالإضافة إلى استيراد العجول المعفاة من الجمارك مفتوح وتوقعات بانخفاض حاسم لأسعار اللحوم. يعني كان في حديث عن هذا الموضوع من رمضان الماضي، يبدو أنه في توسعة أيضا لكميات اللحوم أو العجول المستوردة. نأمل أنه بالفعل يطرأ انخفاض ملحوظ على أسعار اللحوم إن شاء الله، وهذا ما ينعكس يعني على جيب المواطن و صحيح الاستهلاك. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بما جاء من عناوين في الصحف وفاصل إلى فاصل قصير مشاهدينا. مسافر شعلاني هالغيرة، فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله. يا طير يا طير يا رايح عالتيرة، تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله يا مسافر شعلاني هالغيرة، فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله. صافت حم العطبرية، لا عدت وحيفة سلم ع بحرها. ما تنسى الناصري هالقلعة العربية، خبر لي بيسان برجعة أهلها.
يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد في فلسطين. هذا الصباح محطتنا الأولى بنتحدث فيها عن السلام العام في مدن الألعاب والملاهي. طبعا هاي المدن والملاهي اللي بتكون مقصد للعديد من العائلات الزوار، وكما ذكرنا يعني في بداية البرنامج يمكن الشهر القادم بتكون مقصد للعديد من الرحلات المدرسية. وجود السلام العام وشروط السلام العام والأمان في هذه الأماكن يمكن هي من أبرز الأمور التي يجب أن تتوفر فيها، وخصوصا بعد يعني أن صار في أكثر من حادث في أكثر من مكان، ما بدناش نحدد مكان واحد، في أكثر من مدينة ملاهي كان في أكثر من حادث. كل هذه المواضيع بنناقشها مع ضيفنا الرائد نائل العزة، مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني. سعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا سيادة الرائد. صباح الخير. أهلا وسهلا. سعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. لما نحكي عن سلامة عامة في مدن الألعاب والملاهي يفترض أنه يكون في شروط ترخيص بداية. نعم. وأنه هالمدن والقائمين عليها أنه عندهم استيفاء كامل كل هذه الشروط، وتتم رخصة سنوية هي. نعم. عمليا كيف أنتم بالدفاع المدني بتتابعوا هذه القضايا عمليا؟ يعني أول شيء صباح الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وإحنا طبعا يعني بنصب على السادة المشاهدين وبنتمنى لهم يعني إذا بيروحوا على مدن ملاهي تكون آمنة وبيئة آمنة وسليمة. بطبيعة الحال الدفاع المدني مكلف بإنفاذ القانون رقم 3 لعام 98 اللي بتضمن 11 لائحة تنفيذية بتنظم كثير من القطاعات الحيوية في الأراضي الفلسطينية، من بينها المرافق العامة زي المنتزهات والمدن الملاهي اللي بيرتادها الناس من أجل يعني بهدف الترفيه. بطبيعة الحال دور الدفاع المدني هون هو دور رقابي وإشرافي على تطبيق شروط السلامة والوقاية اللي واردة بالقانون. من هاي الشروط خلينا نحكي بشكل يعني تفاصيل أدق، بتتعلق بالكهرباء، انت بتعرف تيار كهربائي شديد بيكون في هاي مدن الملاهي، انت بتحكي عن اذا كانت مساحتها كبيره بيكون عدد المرتدين كثير، وهذا بحكي بده خطه طوارئ لاخلائهم في حالات الحريق في حالات الحوادث، بيستدعي انك انت تدرب العاملين اللي هناك. ايضا اذا كان في معدات، في اجهزه انذار مبكر، سماعات نداء، كل هاي شروط احنا بنعتبرها شروط أساسية لتخفيض نسب الحوادث. يعني أنت بتعرف الدفاع المدني لا يمكن يمنع الحوادث، هاي مرتبطة باحتمالات نتيجة المخاطر الموجودة واستخدام هاي المعدات أو استخدام هاي الآليات، فبتكون في نسب مخاطر عالية. بتطبيق شروط السلامة والوقاية، تدريب الناس، تدريب العاملين، بتنخفض نسب حدوث هاي الحوادث. الدفاع المدني لا يمكن أن يمنع حادث، ولكن يفترض في القائمين على هذه المدن أنه في صيانة، في تدريب، في ما إلى ذلك. هلا للمواطن العادي رب الأسرة اللي بده يأخذ أولاده عمليا يقضوا وقت منيح، هو ما بعرف كل هذه القضايا، ما بيقدر يروح يحكي اصلا للمشرف في مدينه الملاهي انه ليش مش عامل صيانه هون، طبعا. او ليش مش محدث هون، ما الى ذلك. انتوا دوركم في هذا الجانب كيف؟ تمام. يعني احنا عشان نكون مباشرين في الدعوه اللي اطلقناها، احنا مدركين انه احنا يعني حياتنا ما تبدا على المواسم، بمعنى في الشتاء بنبلش ننبه لمخاطر فصل الشتاء، في الصيف بنيجي بنحكي عن المسابح، عن نعم صلاه الافراح، الاماكن الترفيهيه، احنا بنعتمد على عملنا في المواسم. قبل دخولنا لموسم الربيع والرحلة المدرسيه كما ذكرتي، اطلقنا النداء انه ندعو كل اصحاب هاي المهن حتى انهم يصوبوا اوضاعهم، لانه الدفاع المدني بالاخر مكلف بانفاذ القانون، بمعنى اذا انت ما بدك تطبق هاي الشروط في قضاء، يعني احنا راح نلجأ للقضاء. اذا كان هذا القضاء بيقول انه انت عليك عقوبه يعني حسب القانون 500 دينار غرامه وست شهور بالحبس او كلتا العقوبتين، ايضا لمدير عام الدفاع المدني حق الاغلاق الاداري، هذا وارد حسب القانون اذا لم تستوفي الشروط. بمعنى انه انت تبروح مفتشين السلامه والوقايه ضمن جولتهم الاعتياديه مع بدايه العام للتفتيش على هاي المواقع، بفتشوا على كل مرافق المنتزه او مدن الملاهي من المداخل، المخارج، انظمه الانذار، انظمه الطوارئ، صيانه الماكينات، هاي بتكون بالشراكه مع المواصفات والمقاييس، لانه هاي اما بتكون مستورده هاي الالعاب او بتكون صنع محلي، فاذا كانت مستورده في اغلبها مستورده. نعم. اذا كانت مستورده وجديده بيكون في معها شهادات الضمان والمنشأ وكل هاي بيتم التأكد من كل مواصفتها ضمن لوائح الاستيراد. إذا كانت مستعملة هون بيكون في جهد مضاعف على الدفاع المدني، بحيث أنه مع المواصفات المكس يجب أن يختبر هاي المعدة، يجب أن يتفقد كل المرابط، الضغط الهيدروليكي، شبكة الكهرباء اللي بتغذيها، وهان بيكون في مهلة أطول
ان انت بتمنحها لصاحب هذه المحطه حتى انه يستكمل شروط الترخيص. لما بتحدث يعني هاي عن شروط الترخيص، ولكن بشكل يعني دوري، هل في زيارات من جهاز الدفاع المدني؟ وخصوصا انه احنا بنشوف يعني، والسنه الماضيه ايضا تحدثنا عن نفس هذا الموضوع، انه يعني احيانا بتكون مرخصه وكل شيء وفق المواصفات والقانون، ولكن تفاصيل صغيره يعني مثلا الحزام لما الطفل بده يطلع على لعبه بيكون مقطوع او بيكون مش موجود، قطعه معينه مثلا اللي بتسكر لعبه معينه على الطفل بتكون مش موجوده، هذا كمان بشكل خطر على الاطفال. يعني انا باكد لك على انه المسؤوليه المباشره لصاحب المنشاه. صاحب المنشاه هو مستثمر، وبطبيعه الحال لا يريد اي خطا انه ممكن يسوي تجاهل لمنشاته او انه يبعد الناس عنهم. كل ما التزم تطبيق شروط السلامه والوقايه، كل ما درب العامل اللي عنده، كل ما وضع مجموعه انظمه وقرارات صارمه داخل منشأته، بالتأكيد راح تكون تشكل وسيلة جذب وبتحد من نسب الحوادث. طبعا أنا زي ما أكدت لك أنه الدفاع المدني ليش بيجدد الرخصة في أو الترخيص التصريح في كل سنة؟ من أجل أنه هاي في لها استخدام، في لها استهلاك، هاي المعدات يجب أنه يظل متابعها أولا بأول. يعني إحنا بنتهي الترخيص أو التصريح في 31/12 من كل عام نتيجة الاستخدام، يعني أنت بتستخدمها بصير في تهالك، فأنت بتضطر كمان مرة ترجع تفحص هاي المعدات، تتأكد من شروط السلامة والوقاية وجاهزيتها أنها تستقبل الزوار أو المتنزهين. حكينا ممكن عن الألعاب نفسها وصيانتها وما إلى ذلك والتجديد فيها، ولكن نحكي كمان عن أنه بعض الألعاب وإحنا بنشوف الصور اللي بتعرض ممكن هي خاصة بأعمار معينة، أنه بيكون فيها أطفال أقل سنا، يعني هم عمليا مش مهيئين انه يكونوا في هيك العاب، فبالتالي وين الشرط كمان اللي بتحقق في هذا المجال؟ اي نوع من الرقابه؟ يعني احنا يعني نحط حدا على كل مدينه ملاهي شرطي في هذا الجانب، ولا كيف هي رقابه ذاتيه بتكون، ولا كيف الاليه بتتم في هذا؟ يعني انا بعتقد الـ الاهل الشروط المحدده في هاي الالعاب هو اللي المصابين بامراض القلب اللي ما بيقدروا يستحملوا هذا النوع من الالعاب وهي النوع من الـ يعني الاندفاع المباشر، خلينا نحكي بقوة هاي الألعاب. بعتقد أنه الأهالي هم اللي مسؤولين عن أطفالهم أنه كيف يتعاملوا مع هاي اللعبة، وأكيد يعني هم أصحاب هذا القرار. إحنا يعني كسلطة رقابية على هاي المدن ما بنحدد مين يفوت وما مين ما يفوت، احنا بس نتاكد انه هاي المعدات، يعني في حال حدوث لا سمح الله حادث معين، انه مثلا طفل هو اقل سنا وكان بيلعب على لعبه معينه، هو يفترض يكون يعني بسن معينه حتى يفوت عليها، الاهل هون بتحمل المسؤوليه مش اداره الملاهي. يعني بالطبيعة يعني انت اللي بدك تروح مع اهلك مع اطفالك لهذا المنتزه، يعني انت اللي بدك تكون افترض كمان انه ينوهوا لهم انه ممنوع، ما هو اكيد في بعض الالعاب بيكون في بعض الالعاب بيكون حسب طول معين للطفل، اذا تجاوز هذا الطول فهو بيقدر يلعبها، اذا كان عمره معين بيقدر يلعب. يعني انت بتشوف انت بتدخل على مدينه ملاهي بيكون في لائحه شروط وهي مطلوب منك انت تقراها. مريض القلب مش لازم يفوت، اطفال دون سن ال 10 سنوات او 5 سنوات حسب نوع اللعبه. يعني احنا ما بدنا نيجي نخوف الناس. انا كنت في يعني في دول وانت اكيد سافرت شفت اطفال صغار بيروحوا على اخطر هاي الالعاب، يعني هاي الاماكن للترفيه على اساس الناس تستمتع وتعيش هاي الاجواء، فاحنا ما بدنا نيجي نقول والله لا هي بتشكل مخاطر ومش لازم نروح عليها. لا، بالاخر كل ما كان في صيانه، كل ما كان في انتباه اكثر، كل ما كان في رقابه اكثر، كل ما كانت مخرجات العمليه افضل. يعني هل يعني لما بتروحوا انتم مره خلال يعني الترخيص والتجديد، هل بيكفي زياره واحده منكم لهذه المنشآت؟ مش المفروض يكون في زيارات أكثر مثلا بعز الموسم خلينا نقول؟ كمان يعني أنت عشان تكوني عارفة شو الإجراء، بتقدم كل صاحب منشأة من أجل الحصول على تصريح الدفاع المدني، إذا لم يتقدم بيروحوا يعني مفتشين الدفاع المدني بيعملوا ضمن لائحة فحص تشمل كل القطاعات، يعني كل ما هو داخل هاي المنشأة بفحصوا الكهرباء، بفحصوا المداخل، المخارج، أنظمة الإطفاء، أنظمة الإنذار، إذا كان في معدات للإسعاف، إذا كان معدات للإنقاذ، بفحصوا تدريب العاملين اللي هناك. وأي شرط لم يطبق يبعطوه مهلة مثلا حسب نوع الشرط اللي هو مش مطبقه، بيرجعوا مرة أخرى لفحص بسموه كان طبق. نعم. إذا كان لم يطبق بعض الشروط بيمنحوه إخطار، وبعد الإخطار يحول إلى النيابة. يعني إحنا بالشكل الطبيعي ممكن يزوروه 3 مرات خلال فترة شهر ونص أو شهرين اللي هي المهل، لكن إذا استدعى الأمر بأنه هناك خطورة
بيقررها مفتش الدفاع المدني ومهندس الدفاع المدني، يعطي توصيه لمدير عام الدفاع المدني بضروره الغلق الاداري حتى تصويب الاوضاع. كمان المسابح راح تنشط بالفتره المقبله بعد شهرين تقريبا، كيف كمان ريحه من هلا ممكن الشهر الجاي ممكن ريحه لانه درجات حراره مرتفعه هناك ذات الشروط ولا كيف مختلف الموضوع؟ هلا مختلف الموضوع في الرقابه على المنقذين. بتكون عندنا الرقابه على المنقذين، بنفحص شهاداتهم بطاقاتهم اللي جددوها في فحص. طبعا احنا يعني احنا كدور رقابي مش اكثر، بنشوف مع الاتحاد كيف قدره المنقذين على الـ الـ على الانقاذ وشو تطور حاله في الفتره الماضيه حتى انه يكون هو مؤهل لعمليه الانقاذ. ولكن اسمح لي استاذ خميس، المشكله الحقيقيه بانه في هناك يعني تدافع بصير. يعني انت ما عندك قدره استيعابيه تستوعب 500 طفل في وقت واحد، يعني شو اللي بيدفعك كمنشاه بانه انت تروح تدخل 500 طفل؟ يعني هنا في خلينا نسميه شوي في جشع، يعني في جشع عند صاحب هاي المنشاه. يفترض انه انت قدره استيعابيه ل 200 يعني ما مش معقول انت والله في بركه سباحه تتسع ل 50 شخص تروح مودي ل 3000. يعني في حادث من الحوادث توفى فيه طفل لانه الناس ما تدافع. كانت شايفه الطفل والتدافع صحيح من كثر ما في ناس موجودين صحيح. يعني وهون تفشل كل الانظمه اللي انت بتحطها صحيح. يعني انت بتحكي مثلا عن حاله اخلاء 5000 شخص في مره واحده بدون ما يكون في قدره استيعابيه مثلا لمنطقه 5000 يكون فيها 10000، كيف بدك تخرجهم؟ فهون هنا الدور الرقابي بيكون ضعيف، يعني ما بيكون ذو جدوى. خلينا نحكي انه انت قدرتك الاستيعابيه ل 200 شخص ل 1000 شخص ل 5000 شخص، بتروح مدخل 10000 ولا 15000 شخص. ايش مصير الحالات زي هيك؟ مثلا مسبح زي هيك ما بيلتزم في الشروط، مصيره الاغلاق ولا كيف ولا الاخطار ولا ايش؟ بالقانون يتم اغلاقه مباشره. يعني امام القانون الدفاع المدني دائما متهم بعرقله التصريح، واحنا مش كثير يعني زعلانين. صار في اغلاقات لمسابح ل طبعا طبعا يعني احنا كل عام يعني احنا بساكد لك على انه احنا عام 2015 كان عندنا 43,000 زيارة ميدانية لمنشآت مختلفة في الأراضي الفلسطينية. أصدرنا 23,000 تصريح ما بين منشآت ومصاعد، 17,000 منشأة حاصلة على تصريح الدفاع المدني خلال 2015 و6200 تقريبا مصعد حصلت على تصريح الدفاع المدني. بمعنى أنه إحنا الأرقام عندنا كبيرة خاصة فيما يتعلق بتطبيق شروط السلام والوقاية. نشكرك الرائد نائل العزة مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني، يعطيكم ألف عافية، يسعد صباحكم وسلامة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يسعد صباحك. يسعد صباحك. فصل قصير مشاهدينا ونكون مع محطة أخرى من محطاتنا في فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحك كلنا لقلب شجع وكل ما الأزهار طرقش هنادى كون جمالك ربنا في جنته من بعد منك ما خلق مثلك حدا يسعد صباحك كل ما البلبل شادى وكل ما الأزهار طرطش هالنادى يسعد صباحك كل ما البلبل شادى وكل ما الأزهار طرطش هالنادى كون جمالك ربنا في جنته ومن بعد منك ما خلق مثلك حدا كون جمالك ربنا في جنته حتى بجمالك ما خلق بدنيته كون جمالك ربنا في جنته حتى بجمالك ما خلق بدنيته يا ساحرة فقد الأمل بهنته ما بخون حبك يا حياتي للمدى
سبحان ربك والعيون متبالي والشعر اسود والجفن مكحالي سبحان ربك والعيون متبالي والشعر اسود والجفن مكحالي لو ملا كوني كايني وصارت البعي في الديني لجل العيون البعبادة عصير ليمون. هاي المكونات حنستعملها لعمل طبق ما حيأخذ منكم شي دقيقتين على بعض في التجهيز. سيدي عم تحضر مدى تيبي مدى الحياة مدى الحياة
خلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي بفي الطاحون خلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي بفي الطاحون خبرني خلفتك خبرني 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 كيف حال الزيتون والصبي والصبي بفي الطاحون خبرني والنوزي يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا وين ما كنتم بتتابعونا في فلسطين هذا الصباح، ونتحدث في هذه المحطة عن يوم مفتوح طبعا في جمعية الصم والبكم. هذا اليوم المفتوح اللي نظمته قيادة الشبيبة الفتحوية بعدد من الفعاليات والنشاطات الترفيهية. الصباح معنا في الاستوديو معتز قرعوش عضو في قيادة الشبيبة الفتحوية. صباح الخير، اهلا ومرحبا بك معنا الى فلسطين هذا الصباح. معنا ايضا مدير عام الجمعية الخيرية الاسلامية سيد علي عمر. صباح الخير. يسعد صباحكم جميعا. وسهلا. صباح الخير. سيد معتز، لو نحكي عن هذا اليوم وأهمية بالفعل تنظيمه في الجمعية الخيرية الإسلامية الخاصة بالصم والبكم. أول شيء صباح الخير لكم، صباح الخير لأسرانا، صباح الخير لشهدانا وشفاء لجرحانا. طبعا قيادة الشبيبة والشبيبة الفتحوية في محافظة رام الله والبيرة سفى من بداية العام في برنامج معين ستقوم به خلال فترة العام القادم، مثلا ضمنها هي التواصل مع مؤسسات المجتمع، مثلا مع مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة بالذات كون أن هي فئة مهمة في المجتمع الفلسطيني. طبعا فارتئينا بالتعاون مع أخواننا في بعض الجمعيات وبعض المؤسسات، أولها مع أخونا أبو القاسم طبعا، أن نعمل أول فعالية تكون كتجربة كبداية لنا في هاي الفعاليات أو في هاي الجمعيات بالأخص. فكانت
كانت امبارح كانت عندنا اول فعاليه بهذا الموضوع لتجسيد الروح او لتجسيد او ازاله الهوه ما بيننا وما بين المؤسسات الخاصه او ذوي الاحتياجات الخاصه، سواء كجمعيه الصم والبكم او جمعيه جبل النجمه او كباقي المؤسسات والجمعيات الموجوده بهاي البلد بصراحه. فعملنا الفعاليه الاولى وكانت ناجحه الحمد لله رب العالمين، طبعا بتعاون الاخوه واعضاء قياده الشباب الموجودين في المحافظه. بالإضافة أنه حكينا على أساس أنه كانت البادرة الأولى، فعلى هذا الأساس رح نكمل بهذا الموضوع خلال الفترة الجاية إن شاء الله. سيد علي، إذا متحدث أكثر عن يعني جمعية الصم والبكم ويعني عدد الأطفال الموجودين فيها، أعمارهم، الخدمات اللي ممكن بتلقوها عندكم في الجمعية. نعم، أسعد الله صباحكم مرة أخرى، ونتقدم بالشكر طبعا لتلفزيون فلسطين ولحركة الشبيبة على تعاونهم معنا. صباح الخير لأسرانا وأبناء شعبنا في الشتات. أولا يعني أود أن أوضح أنه هي ليست جمعية الصم، هي الجمعية الخيرية الإسلامية، والصم مدرسة الصم هي إحدى فروع الجمعية الخيرية الإسلامية. الجمعية الإسلامية الخيرية الإسلامية تأسست سنة 1978، وطبعا هي من المعروف أنه هذه المؤسسة هي عبارة عن مؤسسة تربوية وتعليمية وتضم أربع مدارس، اللي هي المدرسة الإسلامية الثانوية للبنين، المدرسة الإسلامية الثانوية للبنات، وكذلك روضة الأطفال ومدرسة الصم الأساسية. طبعا عدد إجمالي طلاب مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية 1200 طالب موزعين على ثلاث مباني، طبعا مع عدد لا يستهان فيه من المدرسين والعاملين اللي يصل عددهم ل 125 موظف. وبالتأكيد يعني هاي المؤسسة من أولى أهدافها ونشاطاتها رعاية أبناء الأسرى والشهداء وأبناء المعتقلين، وكذلك نصل بالضرورة لمدرسة الصم الأساسية اللي بتضم ما بين جنباتها تقريبا يعني 60 طالب وطالبة، بحيث توفر لهم التعليم، التربية والتعليم، وكذلك السكن الداخلي من مشرب وملبس وإشراف ليلي حسب الأنظمة المعتمدة في هذا السياق. جدا. نشوف المقابلات من اليوم المفتوح أجرتها زميلة ميساء عياد اللي كانت وحضرت جانب من هذا اليوم المفتوح، ونستكمل حوارنا وحديثنا هذا الصباح. اسمي جواهر، مدرسة الصم. اليوم الأولاد والبنات انبسطوا في اليوم المفتوح، رسموا على وجوههم ولعبوا مع بعض وعملوا نشاطات مختلفة ولبسوا أواعي المهرج وانبسطوا كتير اليوم. أنا عبير من مدرسة الصم. اليوم كان في نشاط، فهي الأطفال مبسوطين وهي بتحب ماما وبابا يشوفوها على التلفزيون لأنهم في الخليل. أنا عن جد يعني كثير كثير من داخلي سررت وابتهجت كثير، خصوصا أنه أطفالنا يعني انبسطوا لعبوا وترفوا، وبشكر في هاي الشغلة أن الشبيب يعني كثير ساهموا في هذا الحفل، وهذا يوم الفرح، وإن شاء الله أنه بتتكرر هاي الشغلة. أكيد أي نشاط في يعني فرح وفي إدخال سرور على الطلاب، كنفس بشرية بتحب الترفيه، بتحب يعني أنه يكون في نوع من أجواء المرح والفرح في الجو المدرسي. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. مره اخرى بنرحب بضيوفنا معتز قرعوش وعلي عمر. يعني معتز، اللي دفعكم لتنظيم مثل هذا اليوم المفتوح تحديدا يعني مع الصم والبكم؟ بصراحه كما حكيت سابقا انه التقينا انه مؤسسات المجتمع الموجوده في البلد من الضروري ان الدخول فيها، مثلا تفعيل النشاطات الموجوده فيها،
احنا كشبيبه لا يختصر بس شغلنا على الجامعات وعلى المدارس، لازم المؤسسات والجمعيات هاي ودول الاحتياجات الخاصه هاي نكون مواكبين لهم ونكون متابعين لهم، بالاخص شريحه مهمه بصراحه في هذا المجتمع. فهذا الاساس احنا ارتئينا في هذا الموضوع، انا نبلش شغل في هاي القصه ونبلش انه يعني نشتغل نعمل لهم برنامج معين موازاة بباقي المدارس وباقي الجامعات. طبعا عظيم جدا. سيد عمر، يعني ما يخص جانب الصم ولا البكم في الجمعيه، كيف اوضاعهم؟ شفنا الطالبه عبير وهي بتحب تطلع على شاشه التلفزيون عشان اهلها اللي في الخليل يشوفوها، موجه كل التحيه ولاهلها كمان ولجميع النزلاء في هذه الجمعيه، ولكن في حالات يعني مقيمه عمليا في الجمعيه، فهذا اعباء ايضا اضافيه عليكم في الجمعيه. نعم، يعني السكن الداخلي موجود عندنا في تقريبا اليوم بحدود 35 طالب وطالبه من كلا الجنسين طبيعي الاحوال. زي ما حكيت يعني هذول بتلقوا الرعاية والعناية على مدار الساعة ما بعد طبعا مرحلة الدراسة اللي هي بتتم في ذات المبنى، يعني الغرف الصفية وإدارة المدرسة في ذات المبنى، ومن ثم طبعا يتم نقل الطلاب فيما بعد للسكن الداخلي في الطوابق العليا، وبكون طبعا تم تهيئة الوجبات الغذائية حسب برنامج محدد، وفيما بعد طبعا بأخذوا فترة استراحة ومن ثم طبعا فترة مراجعة، وقد طبعا يتم ترتيب إعداد مثلا نشاطات فنية أو ترفيهية أحيانا تقوم فيها الجمعية. يعني كما ورد في التقرير يعني هذه جزء من لوحات بسيطة ومستعجلة وبدون ترتيب لما يقوم به طلاب الصم من أعمال، وبالضرورة نشير أنه يتمتعوا صراحة بذكاء مميز هذول الأطفال. يعني صحيح ربنا سبحانه وتعالى راح منهم شيء ولكن أعطاهم أشياء أخرى كثيرة. فعلى سبيل المثال لوحات الدبكة الشعبية، الرسم، الأعمال اليدوية، كل هاي الأمور يعني من ضمن الأشياء اللي بيقوموا فيها طلاب مدرسة الصوم وبطريقة مميزة جدا. عمليا لأي صف بقدرتكم؟ هلا احنا حاليا للصف العاشر، طبعا واجهتنا كثير صعوبات بصراحة يعني في هذا السياق. المبنى أولا طبعا، الكادر الوظيفي، ثم في قضية بصراحة مهمة يعني اللي هي الناس لازالت تخجل أنها تصرح عن أنه لديها أطفال صم. وبعض الإحصاءات والدراسات في المجتمع الفلسطيني بتقول أنه في عنا حوالي 17,000 أصم، بينما المصرح عنهم والمنتمين للمدارس الصم على امتداد الوطن لا يتجاوز 1600 بني آدم، موزعين تقريبا على 11 مدرسة تعليمية يعني تختص بمجال الصم. هناك مدرسة حكومية واحدة في غزة بتضم حوالي 160 طالب ما تبقى في الضفة الغربية. وفي إشارة كمان مهمة في هذا السياق أنه كافة مشغلي مدارس الصم هو القطاع الخاص، الجمعيات. احنا طبعا بنطالب دائما انه يكون للحكومة دور مميز وبارز بهذا السياق، بالرغم انهم بقدموا. يعني على سبيل المثال احنا عندنا في الجمعية كان عندنا 6 كوادر وظيفية على حساب التربية والتعليم، فيما بعد يعني للأسف تم اختصارها لأربعة. طبعا احنا في نقاش مع معالي وزير التربية والتعليم الأخ صبري سيدم، ووعد انه يتم اعادة المركزين الوظيفيين. كذلك يعني بيقدموا لنا الكتب لمدرسة الصم مجانا، واحنا طبعا ننقل هذه الكتب مجانا. صحيح يتم فرض رسوم رمزية على الطلاب في المدارس، ولكن وفي اغلب الاحيان مشان نكون واضحين وصريحين لا يتم تقاضي هذه المبالغ لاسباب اخرى لها علاقة بالحالة الاجتماعية للناس. يعني اغلب هذول الاطفال طبعا كل الاحترام والتقدير لأهليهم، أغلبهم بيكونوا طالعين من بيئة نسبيا فقيرة، نسبيا معوزة وبحاجة إلى بهذا الموضوع مسنة. كيف بتلاقوا تفاعل المؤسسات ويعني القطاع الخاص القطاع العام مع الجمعية الخيرية الإسلامية بكافة نشاطاتها؟ يعني بصراحة في نقص، ومع ذلك كمان بنتقدم. يعني جزيل الشكر لكل إنسان بتقدم بمساندة ومساعدة مثل هيك مؤسسات. الجمعية الخيرية الإسلامية تعتمد على إمكاناتها الذاتية والداخلية اللي طبعا مترتبة من أقساط الطلاب، وسنويا إحنا بندفع على مدرسة الصم
تقريبا 250 ألف شيكل من ميزانية الجمعية في الوقت اللي احنا بحاجة فيه لكل شيكل من أجل تنمية مقدرات وتطوير نتائج أعمال هاي الجمعية. هلا البعض طبعا من مجتمعنا الفلسطيني ومشكورين بتقدموا جزئيا ببعض المواد الغذائية، مثلا خضار، لحوم، أسماك، أحيانا بشغلات يعني متفرقة بصير في عنا تقديم لمساعدات أخرى، أغطية مثلا العامل المنصرم تم مثلا من قبل فاعلي خير تجديد الأسرة للطلاب والطالبات اللي بناموا بالسكن الداخلي. في عنا كمان نقطة مهمة وهي بجوز كان تقصير منا إحنا بصراحة يعني، وتمت زيارة لإلنا من قبل مكتب فخامة الرئيس الأخ محمود عباس واطلعوا على بعض الاحتياجات السريعة اللي بالإمكان أنهم يقدموها لهذه المدرسة تحديدا. فتم التقدم مثلا بغسالة، كمبيوترات، تلفزيونات من قبل فخامة الرئيس يعني مشكورا. وكذلك يعني المحافظة، يعني احنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، كذلك المحافظة الدكتورة الأخت الدكتورة ليلى غنام يعني، وكان لها دور كثير إيجابي في توجيه بعض المساعدات. على سبيل المثال تم تزويد المدرسة بوحدتين تكييف للسكن الداخلي للبنين والبنات، ولكن برضو احنا بنكون ما زلنا بحاجة. طرأت في الفترة السابقة يعني فكرة اللي هو إنشاء مبنى نموذجي طبعا وفق مقاييس محددة لها علاقة بهذا الموضوع، وتم تشكيل لجنة وإن شاء الله في الأيام القادمة رايحين نباشر بالعمل، ونتأمل طبعا من كافة الجهات ذات العلاقة إنها تساهم وتساند مثل هيك. وماشيين بهذا المشروع بشباب الفتحوية في يعني عمليا تكونوا قريبين من هالمؤسسات والجمعيات المختلفة في خلال العام كما أشرت أنتم، عندكم خطة وين ماشيين يعني بهذا البرنامج؟ يعني مثلا بداية يعني كجمعية الصم والبكو ممكن أن فعالية في مدرسة واحدة للسلاح حديث اليوم مثلا رايحين نعمل مثلا في بيت لحم في تفكير بهذا الموضوع، في جبل النجمة في تفكير بهذا الموضوع، في مدرسة الكفات في البيرة كمان في تفكير بهذا الموضوع، على أساس أنه يكون في إلنا دخول ويكون إلنا وجود ما بين مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة هاي. ومن الضروري بصراحة أن الجميع يطلع عليهم مش بس احنا كشبيبه يعني. بكل تاكيد بكل تاكيد. شكرا لكم ضيوفنا معتز قرعوش عضو في قياده الشبيبه الفتحويه، وعلي عمر مدير عام الجمعيه الخيريه الاسلاميه. يسعد صباحكم، نورتونا في فلسطين هذا الصباح. شكرا لكم، بارك الله فيكم، يعطيكم العافيه. لفاصل قصير مشاهدينا ومحطه اخرى من فلسطين هذا الصباح، تفضلوا بالبقاء معنا. We'll be right back.
مستحيل يزول. مهما أوصف لك يا بلدي كلامي فيك طول، حبي لأرضك حبي أبدي مستحيل يزول. وانت أمي وجوا دمي فيك بنسى وجع وهمي، وانت أمي وجوا دمي وجعوا همي. يا 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 جديد مشاهدينا محطة أخرى من فلسطين هذا الصباح، والحديث عن البكتيريا الدواجن وهي المسبب الأكبر للتسمم الغذائي، هذا حسب مجلس الدواجن الإسرائيلي الذي قال بأن 93% من حالات التسمم الغذائي بسبب بكتيريا كامبوباكترا الموجودة في الدواجن، هذا في دولة الاحتلال. ما هو المطروح وما هو الموجود لدينا في فلسطين؟ نناقش هذا الصباح مع الدكتور البيطري إياد العذرة، مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة. صباح الخير دكتور. صباح الورد. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد. يعني نتحدث احنا عن حوالي 93% من حالات التسمم الغذائية في إسرائيل بسبب هذه البكتيريا. احنا بنعرف يعني انه في سوق مشترك بيننا وبينهم، في دواجن بتوصلنا من عندهم. يعني إذا بدنا نحكي عن الوقاية تحصين لعنا. صباح الخير مرة أخرى، وإحنا يعني بنشكر اهتمام تلفزيون فلسطين بإثارته للقضايا المهمة واللي بتمس سلامة المستهلك الفلسطيني. فيما يخص موضوع بكتيريا الكومبيلوباكتر، صحيح هي من المسببات الرئيسية لحالات التسمم الغذائي لدى الإنسان، ويعتبر الطيور والأبقار يعني من وسائل لحومها، طبعا لحومها الطازجة من وسائل نقل هذه البكتيريا. فيما يخص حركة المنتج الزراعي وخصوصا منتجات الدواجن ما بين الطرف الآخر وأسواقنا الفلسطينية، هي مش بالحجم المطروح، لا هي كميات محدودة جدا وفي فترات معينة، وغالبا يتم نقل، لا يتم نقل لحوم طازجة من داخل الطرف الآخر إلى أسواقنا المحلية للعديد من الاعتبارات، بحكمها السوق، بحكمها الضبط وحركة المنتجات من إسرائيل إلى هون. فيما يخص تحصين، هو لا يوجد تحصين بقدر ما هو لابد من وجود إجراءات وقائية لمنع دخول هذا المنتج إلى أسواقنا. بكتيريا الكومبيلوباكتر هي قد تكون متواجدة بشكل طبيعي في معظم المنتجات الطازجة، يعني بسموها يعني نورمال انهابيتنت، وهي موجوده بشكل طبيعي في محتويات الامعاء لدى الابقار ولدى الدواجن. يعني ممكن تكون عند دواجننا. ممكن، نعم. طيب. ممكن تكون موجوده، وهي موجوده في كل دواجن العالم. يعني امريكا مثلا في عام 2011 كان هناك 88% من لحوم الدواجن الطازجه الموجوده في الاسواق الامريكيه تحتوي على هذه البكتيريا. طيب. لانها موجوده بشكل طبيعي في محتويات الامعاء،
ونتيجة لسوء الهاندلينج أثناء عملية الذبح أو أثناء عملية اللي هو توزيع المنتجات الطازجة بيؤدي إلى أنه هاي البكتيريا تكون موجودة. وأيضا في عام 2011 أيضا كان هناك تقريبا 850 ألف حالة تسمم غذائي سجلت رسميا في أمريكا بسبب هاي البكتيريا. لكن إحنا ما بدنا ندعو إلى أنه إثارة القلق، لأنه هاي البكتيريا حساسة جدا لدرجات الحرارة المتوسطة، يعني ممكن أنها تموت على درجة حرارة 50 وبالتالي لا تشكل خطر على صحة الإنسان نهائيا. أيضا عمليات التبريد أو التجميد، آسف، التجميد والتفريز أيضا تقضي على هاي البكتيريا لأنه ما بتتوفر لها الظروف الطبيعية بحيث أنها تتكاثر. فما في داعي للقلق، هي تشكل خطر وتسبب تسمم غذائي لدى الأطفال صغار السن، أطفال يعني الرضع، وتسبب حالات تسمم غذائي لدى كبار السن اللي هم بيكون عندهم ديبرست في الميون سيستم أو يعني ضعف في الجهاز المناعي، وبالتالي صف إنه بكتيريا انتهزين. عمليا ما في عندنا مخاوف من أنه تنتقل من السوق الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، لأنه حجم التبادل كما أشرت هو قليل، ولكن قد تكون موجودة في الدواجن موجودة في فلسطين. نعم. كيف وزارة الزراعة عمليا من ناحية بيطرية تتعامل مع هذه القضية؟ كيف؟ هل في إجراءات معينة؟ هل في طعومات معينة حتى تقلل مثلا نسبة البكتيريا أو طرق التوعية للمواطنين ما إلى ذلك؟ لأن الموضوع جديد عمليا، إحنا أول مرة بنسمع فيه، يعني أنا شخصيا مو أنا سمعت في الموضوع من قبل، أنا أول مرة بسمع فيه، بالتالي بحاجة إنه يعني نوعي المواطنين على الأقل إنه يجنبوا هذا التسمم وهذا انطرح إسرائيليا ولكنه لم يطرح فلسطينيا لأول مرة ممكن نحكي فيه. صحيح، يعني هو عادة حالات تسمم غذائي لدى البشر هي موثقة وتتابع من قبل أخواننا وزملائنا في وزارة الصحة، وهم بينمطوا انه اسباب التسمم الغذائي، مثلا عندنا بكتيريا اخرى بكتيريا السلمونيلا، وهي حالات موجوده في مستشفياتنا وفي وزاره الصحه موثقه في سجلاتها، لكن هناك احداد محدده يعني مقبوله، يعني مثلا لما بيكون مثلا حالات ضمن النورمال، ضمن النورمال المتعارف عليه والمقبول، ما حتى الان البكتيريا الكومبيلوباكتر ما تحولت الى وباء او تحولت الى مسبب كبير لحالات تسمم غذائي. فيما يخص دور وزارة الزراعة، دور وزارة الزراعة دور جوهري في من خلال مراقبة صحة قطعان الدواجن المربى محليا ومتابعتها، وعبر فرض رقابة بيطرية على هذه القطعان ومتابعتها أيضا. إحنا من ضمن إجراءات وزارة الزراعة المعروفة والمتبع منذ سنوات طويلة بأنه يمنع تسويق أي قطع دواجن إلى الذبح أو للمستهلك إلا بعد خضوعه لفحص بيطري من قبل طبيب بيطري من زملائنا في القطاع الخاص، ويجب أن ترفق شحنة الدواجن هاي بشهادة بيطرية تفيد بأن هذا القطيع لا يوجد ما يمنع استهلاكه بشريا، وانه هذا القطيع او هي الشحنه اخذت من قطيع سليم ولا تضع عليه اعراض مرضيه، ايضا انه هذا القطيع لم يتعرض ولم يتلقى مضادات حيويه بحيث انه تكون موجوده في انسجه هاي اللحوم، وبالتالي نسعى الى حد كبير بانه احنا نامن منتج غذائي سليم للمستهلك الفلسطيني، استنادا للقاعده اللي الان متعارف عليها انه سلسله سلامه الغذاء تبدا من المزرعه وانتهاء بالمائده. طب السؤال، يعني إسرائيل اكتشفت أنه في عندها هذه الحالات، هل بيتم إتلاف هذه يعني هذه الدواجن ولا بتضلها عايشة؟ بس كيف التعامل معها زي ما ذكرت، الغلي بدرجات حرارة معينة أو التفريز؟ نعم، يعني شوفي، هي مش بكتيريا مش جديدة، بكتيريا مستوطنة وموجودة في كل دول العالم. إسرائيل قبل هذه الدراسة كانت عاملة إحصائية أو سيرفي استقصاء عن البكتيريا، كان انه تقاريرها بتقول انه كانت موجوده في 50% من اللحوم الطازجه المذبوحه مش في الطيور الحيه. هذا نتيجه لسوء التعامل او سوء الهاندلنج مع الذبيحه اللي هي الطير لما يذبح. عملت دراسه جديده حديثه وجدت بانه النسبه ارتفعت الى 93% في اللحوم الطازجه. انه اسرائيل يعني تتلف الطيور، هذا قرار اعتقد غير صحيح، لكنه الصحيح انه يتم التعامل مع هذه اللحوم بطريقه تقضي على البكتيريا وتقتلها، وبالتالي بتحول المنتج الغذائي الى صالح للاستهلاك ولا يوجد ما يمنع من استهلاكه. ليش؟ لانه هاي البكتيريا اوريدي هي موجوده، يعني هي مرافقه للذبيحه، لكن التعامل مع هاي الذبيحه باجراءات سليمه تقضي على البكتيريا وتمنع انها تتحول الى سبب للخطر، هذا هو الاجراء الصحيح. بما انه الكامبيلو باكتر موجوده عندنا ايضا، كيف الطريقه الامثل للتعامل؟ ربة البيت او اللي بده يطبخ عمليا، ممكن يكون الرجل مش ربة البيت، في مع الدواجن، هل انه مباشره افضل او التفريز او تجميد زي ما اشرت حضرتك؟ كيف الطريقه الامثل حتى نتجنب وتكون الخسائر يعني احسن اقل ان شاء الله سلامه للجميع باذن الله ان شاء الله. يعني انا حابب انه نوسع دائره الحديث عن انه مش كومبيلوباكتر، لان هناك العديد من المسببات المرضيه، هاي الدراسه كانت عن كومبيلوباكتر لكن ما صار دراسات عن مسببات مرضيه اخرى، وبالتالي
أفضل شيء هو درهم وقاي خير من قنطار علاج، هاي قاعدة تنطبق على كل شيء في الحياة. يعني البكتيريا يعني تعرضها للحرارة لدرجة 50% بس، يعني درجة حرارة 50 كافي القضاء على هالبكتيريا وتحولها إلى nothing، يعني بتبطل أنه مسبب للمرض. العديد من السلوك الجيد داخل المطبخ يقي الأسرة من العديد من المسببات. نشوف إيش السلوك مثلا إحنا لو دخلنا على المطبخ، مثلا استخدام سكين خاص بالسلطة مثلا أو المنتجات النباتية، زائد اللوح اللي بيستخدموه للتقطيع المفرمة. بالضبط المفروض أنه يكون في هاي شغلات بسيطة صحيح. قد يستهان بها في نظر البعض لكن هي مهمة جدا، لازم يعني يكون في واحدة للحمة وشي بالضبط للخضار. يعني في يعني فنادق فخمة جدا 5 نجوم كانت لما عملوا استقصاء عن مشكلة تسمم غذائي فيها، وجدوا أنه اللي السبب لنقل المرض هو لوح التقطيع، أنه البكتيريا السلمونيلا كانت موجودة في اللوح، فأدت إلى انتقال البكتيريا مثلا من منتج غذائي إلى منتج غذائي آخر، وبالتالي أدت إلى أنه نشرت المرض. قضية الطهي الجيد وإحنا أعتقد مطبخنا كشرق يعني هو مطبخ يعني قاسي شوي، ومعظم الطبخات التقليدية لا شروطنا جامدة هي بتتعرض إلى طهو جيد، وبالتالي مشان هيك الحمد لله أن أمورنا منيحة يعني، وإحنا بنحافظ على صحتنا بشكل قد يكون عفوي يعني. صحيح. الطهو الجيد، استخدام أدوات، فرز الأدوات إنه هاي أدوات تستخدم لتقطيع شيء، هاي أدوات تستخدم لتقطيع شيء آخر. التفريز، أنا بصراحة أنا بحكي عن شخصي، أنا غالبا بحفظ اللحوم والدواجن واللحوم حتى الطازج الحمراء لفترة التجميد، لأنه في أثر إيجابي جيد إنه عملية التجميد، هاي الأنسجة بتكون فيها بلورات، المياه الموجودة في داخل النسيج بتكون بلورات، الحبيبات الثلج خلينا نسميها، هاي بتساعد على أنها تقطع ألياف النسيج اللحوم، وبالتالي أنت راح تأخذ مذاق مستساغ أكثر، يعني بتنعكس تندر بسموه، أنه اللحمة بصير مستساغة وأطيب عندما تتناولها بحكم أنه من يؤثر على القيمة الغذائية ولا يؤثر نهائيا على القيمة الغذائية، فبنعكس إيجابا على المذاق، يعني المذاق بصير أطيب، يعني أنه أسهل يعني بالطهي. أنا طريقتين عمليا، التفريز أو تجميد يومين بغض النظر، لانه انت بتوفر بيئه غير مناسبه لتكاثر البكتيريا وبالتالي بتموت. والجانب الاخر اللي هو الغلي نعم الطهي الطبيعي، مره واحده ولا اكثر يعني ساعه يضل عمليا ولا لا مش ساعه، انا بحكي عن انه بدنا نضمن انه نصل لدرجه حراره 50 ل 60 وبالتالي هي كافي. احنا ابسط بالضبط، وانت غلي على 100 وبالتالي انت اوتوماتيكلي ضمنت انه ان شاء الله قضيت على هاي البكتيريا زائد العديد من المسببات المرضيه الاخرى، وصحه وعافيه يعني فيما بعد. وشكرا لك دكتور إياد العذراء، مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، وأكيد نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، شكرا على حسن الاستقبال. على فاصل قصير ومحطة أخرى من محطاتنا إن شاء الله.
الأسوار أرى تاريخ أجدادي على الأسوار وتهجن من رؤى الماضي تزينه ورود الغار وظل أنبات يشبهني على الأحجار وظل أنبات يشبهني على الأحجار وعصفورا يغني الحب فوق جدار أرى أشعار من كتبوا حروفا من لهيب النار أرى أشعار من كتبوا حروفا من لهيب النار بدمع العين والكلمات أرى زيتونها المحروسة بالأهداب والآيات أرى زيتونها المحروسة بالأهداب والآيات ونور جبينها الوضاء يمحو الليل يمحو الليل يمحو الليل والأراد ومسك شهيدها المنثورة مثل الفل في الطرقات يا قدس يا قدس يا مدينة مضياء يا قدس يا قدس يا مدينة مضياء يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح ونتحدث في هذه المحطة عن تصنيف كيو اس هذا التصنيف الذي يعني تسعى جامعة بير زيت للحصول عليه ضمن الجامعات الفلسطينية. هذا الصباح معنا دكتور طلال شهوان وهو عميد الدراسات العليا في جامعة بير زيت. صباح الخير دكتور. صباح الخير. وسهلا. عددنا من جامعة بير زيت تروح لها تصنيفات العالمية وهذا يعني له انعكاسات بكل تأكيد الإيجابية على الجامعة وعلى الطلاب وعلى فلسطين بشكل عام. كيو اس ايش هو هذا التصنيف؟ نعم هو تصنيف كيو اس هو احد التصنيفات العالميه الهامه اللي بدأ بالانفتاح على المنطقه العربيه منذ العام 2014. في 2014 صدرت اول قائمه للجامعات العربيه ولم تكن اي جامعه فلسطينيه بينها لسبب بسيط انه فلسطين لم تكن مشموله ضمن هذا التصنيف. في السنه الماضيه 2015 دخلت جامعه بير زيت بالاضافه لجامعات فلسطينيه اخرى هذا التصنيف وحصلنا فيه على المرتبة الأولى محليا وثلاث جامعات من الجامعات الفلسطينية كانت ضمن أول 100 جامعة عربية. فحاليا جاري الاستعداد لدخول الجولة الجديدة له للعام 2016. طبعا هم بطلبوا التقدم بمعلومات اللي بتختص بمعايير هذا التصنيف. في 9 معايير للتصنيف
جزء منها بتعلق بالجودة الأكاديمية من ناحية نسبة الأساتذة للطلبة، عدد الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، جزء منها بيختص بالتميز العلمي، عدد الاقتباسات للمنشور الواحد، متوسط عدد المنشورات لعضو الهيئة الأكاديمية الواحد، جزء بيختص بمعلومات مسحية حول سمعة الجامعة بين أرباب العمل وبين الأكاديميين الموجودين بالساحة، بالإضافة لجزء أخير اللي هو بتعلق بالطلب الأجانب والأساتذة الأجانب اللي بالجامعة. طبعا إحنا معنيين أنه نعرف المجتمع عليه من باب أنه المعلومات المسحية اللي بتم جمعها من قبل الجهة القائمة على التصنيف هي تشكل 50% من وزن هذا التصنيف. فبالتالي من الضروري جدا أن يكون مجتمعنا مؤسساتنا على دراية بهذا التصنيف، وأنه طبعا بما يقتضي الأمر من تجرد وموضوعية تدلي برأيها إذا تم مخاطبتها حول مستوى الجامعات. يعني الجهات القائمة على كيو أس هي عمليا راح تلجأ للقيام بهذا المسح مستقبلا؟ نعم، القيام بهذا المسح هو ركن أساسي للتصنيف زي ما حكيت، وراح يتم مخاطبة أكاديميين وأرباب عمل سواء على الساحة الفلسطينية أو في الخارج ممن يستخدمون خريجين جامعة بيرزيت، تلفزيون فلسطين مثال، وسؤالهم عن مستوى هؤلاء الخريجين. طبعا مش راح يكون مقتصر الأمر على جامعة بيرزيت، ربما يكون جامعات أخرى برضو يتم السؤال عنها. طب امتى دكتور راح يعني يتم بالفعل يعني الفرز في هذا الجانب عمليا، ويبين ان كان حصلتوا بالفعل على هذا التصنيف ام لا؟ يعني بتاخذ القضيه وقت طويل ام ماذا؟ يعني بدها عده اشهر، المفروض انه في شهر 7 تصدر نتائج هذا التصنيف، اللي طبعا معنيين فيها احنا مشان نشوف احداثياتنا على الخارطه الاكاديميه سواء في المنطقه او في العالم. وهذا موضوع بشكل جزء من استراتيجية جامعة بيرزيت الشاملة باتجاه تطوير الأداء التدريسي والأداء البحثي وباتجاه الانفتاح أكثر على المجتمع. طبعا التصنيف لا يطلب لذاته، لأنه في جزء من نشاطات الجامعة، جزء هام اللي هو يتعلق بالتنمية المجتمعية والبعد المجتمعي ومشاركتها في جامعة بيرزيت، بالإضافة للجامعات الفلسطينية الأخرى، مشاركتها في تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه. هذه عوامل لا يمكن لأي تصنيف أنه يقيسها، ولكن نحن معنيين كما ذكرت بمعرفة إحداثياتنا على الخارطة الأكاديمية ومعرفة موقعنا على الصعيد البحثي وعلى الصعيد التدريسي كجزء من محاولتنا ل تطوير أدائنا. احنا تحدثنا انه يعني هو واحد من اهم التصنيفات عالميا، هذه السنة تحديدا له أهمية أكثر، لماذا؟ هذه السنة له أهمية أكثر لأنه جامعات كثير سواء محليا ولا في المنطقة العربية قامت بالاستعداد لهذا التصنيف، فبالتالي في ضوء هذا الجو التنافسي معنيا طبعا انه يكون ان جامعه بيرزيت تحتل المكان اللائقه. في حوالي 100 جامعه عربيه مشاركه هذا العام. السنه الماضيه شاركت مئات الجامعات العربيه في الواقع، لانه في اكثر من 1000 جامعه عربيه عاده تدخل التصنيف. شاركت مئات الجامعه العربيه، وكانت 3 جامعات فلسطينيه ضمن اول 100 جامعه عربيه، فمتوقع انه هاي السنه برضه مئات من الجامعات العربية تشارك من دول عربية مختلفة. دكتور، إيش انعكاسات هذا الموضوع على الجامعة نفسها؟ يعني لما تحصل على تصنيف كيو اس إيش ممكن تحققه مستقبلا؟ يعني بالضبط، يعني هو التصنيفات في نقطتين اللي بتم توجيه خلينا نحكي بعض اللوم إلها. النقطة الأولى إن هاي التصنيفات لا تتطرق للإنتاج باللغة العربية للجامعات، والنقطة الثانية إنها لا تسلط الضوء على الدور اللي بتلعبه الجامعة على الصعيد المجتمعي. طبعا المعلومات المسحية نتوقع انها تغطي هذا الجانب، من ناحية انه الجامعة اللي لها مساهمة اكثر في حل قضايا المجتمع لازم يكون في تناسب طردي بينها وبين سمعتها داخل هذا المجتمع. بظل قضية المحتوى العربي، وتصنيف كيو اس وعد خلال الفترة الماضية انه يكون هذا واحد من المعايير اللي راح يستند لها في المستقبل. طبعا الموضوع احنا لا ننظر للموضوع كرقم، لان الجامعه ليست رقم سواء كانت في المرتبه الاولى ولا الثانيه او غيرها، هي تاتي ضمن رؤيتنا لتطوير شامل على مختلف الصعد،
مثلا في معايير التصنيف نسبة عدد الاقتباسات للمقال الواحد أو عدد المقالات لعضو الهيئة الأكاديمية الواحد. فهذا المعيار بيساعد الجامعة تتعرف على مكانها بالضبط مقارنة بالجامعات الفلسطينية الأخرى، مقارنة بالجامعات العربية، مقارنة بالجامعات العالمية، وبالتالي تتخذ الإجراءات الكفيلة بأنها تعزز حضورها. على صعيد التدريس مثلا عدد الأساتذة بالنسبة لعدد الطلبة هو أحد المعايير الهامة، فبنتعرف على مكاننا برضو بين الجامعات المحلية وبين الجامعات العربية. من هذا الباب نولي أهمية لهذا التصنيف. هذا مش التصنيف الأول اللي عمليا بتتقدم له جامعة بيرزيت وحصلتم على يعني شيء في السابق. أهمية أنه تكونوا موجودين كمان ضمن هذا الخارطة في التصنيفات العالمية، كيف يشوفوها كجامعة؟ يعني إحنا بننظر الموضوع طبعا بالإضافة لبعده وتأثيره على سمعة الجامعة، لبعده وتأثيره على سمعة الوطن بشكل عام. صحيح. يعني نحن معنيين أنه نكون حاضرين زي ما احنا حاضرين في المجالات الاخرى، لازم نكون حاضرين في مجال الاكاديميا كجامعات فلسطينيه. والجامعات الفلسطينيه طبعا يعني ليس من الخافي انه تعاني من مشكلات كبيره، معضلات، ولكن بالرغم من ذلك يجب ان نكون عند خروج التصنيف، يجب ان تكون الجامعات الفلسطينيه ضمن هذا التصنيف من باب التعريف بقضيتنا الوطنيه ومن باب اثبات حضورنا. لا شك انه واحد من القضايا الهامه اللي بتحكي سمعه الجامعه هي مستوى خريجينها برضه. بكل تاكيد. وخريجينها يعني يتم استخدامهم سواء في داخل الوطن او على صعيد الاقليم او في العالم، وجزء منهم اللي بيكمل الدراسات العليا واثبتوا من خلال هذه الدراسات العليا ومن خلال حصولهم على مراتب متقدمة أن الجامعات الفلسطينية بالرغم من محدودية الإمكانيات لا تقل من ناحية الإنجازات عن أفضل الجامعات العربية. بكل تأكيد. شكرا لك دكتور طلال شهوان، عميد الدراسات العليا في جامعة بيرزيت، يسعد صباحك ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. لا فصل قصير مشاهدينا، ونكون مع المحطة الأخيرة من فلسطين هذا الصباح. يا قدس الله هو أكبر، مسرى الرسول يصيح الله هو أكبر. يا قدس الله هو أكبر، مسرى الرسول يصيح الله هو أكبر. هاي طير مهاجر على الأقصى وديني، الأقصى أرض وعرض وشرف وديني، لو نمشي عم بدأ صالة يا حرية. هاجر على الأقصى وطيني، الأقصى أرض وعرض وشرف وديني، لو نمشي عم بدأ صالح الديني، من باجر تشرق شمسك يا حرية. We'll be right back.
شو مسوي بي الله نيرانا مثل الثلج تلسق وقول شجاع همان همان يا قدي يا يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد في آخر محطة من محطات فلسطين هذا الصباح. نتحدث عن مشروع صناعة القراء. طبعا هذا المشروع اللي أطلقته مجموعة شبابية يعني في فلسطين. المشروع هو بالأصل مشروع عربي منتشر في أكثر من دولة عربية. فلسطينيا أطلقوا مجموعة من الشبان والشابات. رح نتعرف أكثر على هذا المشروع مع سفيرة مشروع أصبوحة عروبة البرغوثي. يسعد صباحك عروبة. يا هلا فيكي معنا في فلسطين هذا الصباح. صباح الخير عروبة. صباح الورد. يا هلا. ايش مشروع اصبوحه؟ يعني نوضح للساده المشاهدين بدايه ايش هو هالمشروع. تمام. هلا احنا بنعرف انه بهاي الاوقات كثير من الشباب وقتهم بيمضى على السوشيال ميديا، على يعني كثير ساعات بتسحب من الشباب خصوصا هو مش عارف ايش بده يعمل او بالاحرى انه بتمر ساعات هيك ممكن نجزم انه بدون فائده الا لفئه قليله. هلا الفكره انه ليه ما نستغل 10 دقائق يوميا من اليوم تبعنا لحتى انه نصنع نحن الفكر تبعنا، يعني انه احنا ناثر على الفكر تبع الشخص نفسه او تبع الشاب نفسه، لانه حقيقه واجب على كل حد فينا انه ينمي الفكر تبعه لحتى انه يعمل دور ايجابي بمجتمعه او بالامه بشكل عام. هلا مشروع اصبوحه هو مشروع شبابي عربي تثقيفي، الهدف منه انه نحن بنؤمن انه القراءه ضروره وليست هوايه، يعني انه احنا عندنا القراءه هي واجب علينا وشي ضروري لإلنا، مش هواية لحد ممكن يحكي أنه أنا هوايتي أني أقرأ. هذا الشيء ضروري جدا لحتى أنه نحن نلعب دور إيجابي بالحياة تبعنا. هلأ فكرة أصبوحة هي الفكرة، فكرة أنه نحن بدنا نصنع جيل قارئ ومفكر كمان، مش بس قارئ مطالع وامشي. لهذا السبب نحن ممكن تلاحظوا أنه بس نحكي عن المنهج كمان شوي مش موجود عنا روايات بالمنهج تبعنا، مش موجود عنا روايات لأنه الرواية نوع من الاستمتاع مش نوع من الفائدة. فالفكرة الأساسية لإلنا. لإيش المواضيع المطروحة عمليين للقراءة معكم؟ هلأ نحن في عنا منهج أساساً، يعني في عنا كتب مقروءة أغلبها كتب فكرية. هلأ إحنا في عنا تقسيمات إنه مثلاً سهل صعب متوسط. ممكن أعطيك أمثلة على الكتب المطروحة. مثلاً بدايتها كان في عنا عن نوع السهل اللي هو إشي له علاقة بالتنمية البشرية ما لم يخبرني به أبي عن الحياة. في كمان عنا كتب أكبر من هيك، فعنا الإسلام بين الشرق والغرب، فعنا استرداد عمر، فعنا الرحيق المختوم، في عنا روائع حضارتنا من جديد نزل عنا الأيام لطه حسين. طبعا في عنا منهاج بس الشخص ممكن هو يقرر الكتاب اللي بده يبدأ فيه ويلتزم فيه. تمام. بعد التزام طب الشخص ب يعني المراحل خلينا نسميها. تمام. هلا نحن في عنا المراحل، حكينا انه اذا الشخص بده ينضم لنا بده يبعث رساله بمعلوماته الشخصيه على صفحه اصبوحه 180، بعد هيك بنتواصل معه. هلا نحن في عنا مرحلتين اساسيات، اول شيء هي مرحله الكانديدتس اللي هي مرحله المرشحين. هنا بيكون في عنا زي ما بدك تحكي هي مقياس لمدى التزام الشخص. هلا في هاي المرحله بيكون في عنا كتاب واحد اسمه القراءه المثمره، بكون مقسم على وردات، كل ورد حكينا انه 6 صفحات، اقل شيء لازم يقرا باليوم 6 صفحات، واللي بحب يزيد بيزيد. اللي بحب يزيد بيزيد بالطبع، ولكن بس هو اقل شيء المينيمم 6 صفحات. 6 صفحات. هلا اول شيء بنقص. هلا هذا الكتاب صغير ما بيتجاوز اكثر من 90 صفحة، بس هو يعني في مفاهيم واليات القراءه وكذا، وهدف ثاني منه هو قياس الالتزام. هلا هاي بس يخلص الشاب او المرشح لانه يكون سفير بس يخلص هذا الكتاب بيطلع على مرحلة تانية. طبعا احنا حكينا انه الكتب مش بس قراءة، هي كمان كتابة اطروحة. الاطروحة بمعنى خلينا نوضح الفكرة كمان، ايش كتابة الاطروحة؟ الاطروحة بمعنى انك لما انت بدك تقرأ الورد تبعك اللي هو 6 صفحات لازم تكتب على بوست موجود لكل كتاب من المنهج، لازم تكتب ايش انت اجى ببالك او ايش الشيء اللي استفدته او حتى اي شيء خطر ببالك له علاقة بالشيء اللي كتبته. هذا كنوع من التحفيز على التفكير. هلا المرحلة الثانية من أصبوحة بنطلع للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية فيها خطوات أكثر، بمعنى أنت طلعت من الترشيح صرت سفير لأصبوحة. سفير لأصبوحة بمعنى أنك أنت لما بدك تطلع على المنهج العام، المنهج اللي بدك تختار منه كتاب، بده يكون هنا أنت بدك تكون ضمن مجموعة، هاي المجموعة في إلها قائد،
يعني مثلا بدك تحكي انه كل مجموعه في لها قائد فيها 9 أعضاء، هذا ضروري جدا لحتى انه نقيس مدى التزام الناس بهذا الشيء. هلا نهايه كل اسبوع بيكون في عنا تقييم، تقييم من 100 بيكون على كتابه الاطروحه وعلى القراءه كمان. في عنا كمان مسؤول عن التقييم القائد. هلا كل قائد للمجموعه بيرفع للاستاذ احمد اللي هو احمد الشمري، هو صاحب الفكره. التقييمات هذه التقييمات وبتنزل على صفحه اسبوحه 180 او جروب سفراء اسبوحه. هلا هنا الالتزام بيكون ضروري جدا، لانه انت مريت على مرحله الاختبار واجيت على مرحله انك تكون سفير لاسبوحه زي ما انت وصلتي حاليا بالضبط. هلا هون بده يكون انه حكينا انه في عنا تقييمات، في عنا عضوية ذهبية عضوية فضية للناس اللي مثلا اللي بيقرأوا شهر متواصل وبيكتبوا شهر متواصل بدون ما بدون ما ياخذوا وقت بيناتهم. والفضية ممكن انه يكون التزموا بس مدة اقل، يعني مثلا ما قرأوا اسبوع من الشهر، هاي الفضية. هلا هاي بشكل عام المرحلة الثانية لاسبوعها. بس المرحلة الثانية مش بس قراءة وكتابة، فيها شيء ثاني. في عنا احنا مثلا احنا بنحكي انه اي شيء له علاقه بالتفكير بنشتغل عليه. في عنا موضوع نقاش، موضوع نقاش هذا بيجي اسبوعيا من واحد من الكتب اللي نحن بنقرا فيها. حدا من الاعضاء بيجي بيعطينا موضوع نقاش، طبعا هذا برضه موضوع نقاش عليه علامات وتقييم. موضوع نقاش فالاعضاء المفروض انهم يشاركوا فيه. في عنا اشياء ثانيه كثير، في عنا مثلا برنامج يوتيوبي اسمه برنامج يوتيوب الى ما لا يهمه الامر، في عنا كمان معلومه سيلفي، اي شيء له علاقه بتطوير الفكر نحن بنشتغل عليه حاليا. معنا فيديو خلينا نشوفه. خلينا نشوفه ونفهم اكثر التفاصيل هاي اللي حكيتيها للي فاتوا. في مشروع صناعة القراء أسبوعها 180 طلبنا من عندك جدا بسيط، 8 دقائق للقراءة ودقيقتين للكتابة بشكل يومي، يعني 10 دقائق. هي هذه اللي أنت راح تستطيع من خلالها أنك تشكل الإنسان اللي راح تكون عليه بعد 20 سنة، لأن الدراسات تقول أنه الإنسان اللي راح تشكله بعد 20 سنة يعتمد على الكتب اللي أنت تقرأها الآن. كل ما عليك أن تفعله هو أنك تدخل إلى صفحة أسبوحة 180 على الفيسبوك وتقوم بإرسال رسالة تحتوي على اسمك وعلى عمرك والبلد اللي أنت تنتمي إليها. في الواقع نحن في أسبوحة 180 نعتني بعوامل صناعة الفكر الثلاث، بداية أن تقرأ وماذا تقرأ وكيف تقرأ، هناك مراقب لك بشكل يومي يحرص على قراءتك، وهناك تقييم أسبوعي وشهري. ادخل على صفحة أسبوعها 180 وقم بإرسال الرسالة وخلي الباقي علينا. بكم مشاهدينا من جديد، مرة أخرى نرحب بسفيرة مشروع أسبوحة عروبة البرغوثي. عروبة، يعني شفنا هذا الفيديو واستمعنا منك للمراحل اللي ممكن الشخص يمر فيها. إذا بدنا نسأل عن الأعمار، هل في أعمار معينة مثلا للمراحل المختلفة كمان؟ بالمراحل المختلفة ولا مفتوحة لأي شخص؟ وخصوصا انه انت ذكرتي انه في كتب محدده، يعني يمكن مثلا اطفال صعب مشاركتهم، يمكن هي مقتصره اكثر لفئه الشباب. هلا بالنسبه للفكره حكينا ان الكتب عندنا مستويات، بمعنى انه مش شرط انه يكون الشخص كثير فكره عالي لحتى يقرا الكتب اللي ضمن المنهج. هلا بهاي هو مش محدد بعمر، يعني مش محدد بعمر، حكينا انه في عنا ناس كبار، في عنا ناس في ممكن يكونوا صغار اذا كانوا مهتمين بموضوع القراءه. بس المنهج اساسا مش مفروض علينا. السفراء او اعضاء اسبوحه بقوموا بترشيح كتب هي المفروض انه مثلا انا بدي اقرا كتاب بدي ارشحه. هلا في لجنه اختيار كتب، هي اللجنه بتفرز هدول الكتب وبتشوف شو الكتاب الانسب لانه ينطرح من ضمن المنهج. فلو انت بتحكي عن انه موضوع في عنا اطفال، لكانت من ضمن الاختيارات كتب لها علاقه بالاطفال. فهلا كشرط ما في عنا هذا الشرط بخصوص العمر. كيف فلسطينيه ماشي الموضوع؟ في يعني
هلا فلسطينيا انا حكيت لك عمالنا هو اعداد في اعداد بس عمالنا بنشتغل عليه من ناحيه اعلاميه لحتى انه بدنا نوصل لاكبر شريحه ممكن. هلا شفت انه انت تركيزه هذا كان بالاردن بفلسطين حتى اعلاميا جديد فنحن عمالنا بنشتغل على اساس انه نوصل لاكبر شريحه ممكنه خصوصا انه مش كتير مفروض عليك اشياء تعملها وبنفس الوقت هذا اشي ممكن فعليا يغير الفكر تبعك. انت كيف عرفتي عن المشروع؟ عرفت منه حقيقة بالصدفة بكومنت على أحد الصفحات يعني حكوا إنه في هيك برنامج مشروع فدخلت من باب الفضول فبلشت معهم. كم صار لي؟ شهر 12 الماضي 3 شهور تقريبا. إيش استفدتي من التجربة؟ أول شيء هلا أنا بطبيعتي بقرأ هلا في شيء بدي أنوه له إنه إذا أنت كنت شخص بطبيعتك بتقرأ مش يعني إنك ما تنضم لأنه كونك ضمن مجموع ضمن مشروع بهذا الحجم او بهاي الاهداف هذا شيء ممكن يفيدك وحتى اذا ما انت استفدت ممكن تفيد غيرك. فلو انا كنت بقرا مثلا ممكن انا ما اعرف افيد حدا غيري او ممكن انه بمرحله ما التزم. احنا في عنا مشكله بالقراءه عربيا انه ممكن يجيني النشاط بيوم اقرا 100 صفحه يجي السنه حتى كل السنه ممكن نكملها بدون قراءه. الفكره انه لازم تلتزم يعني لازم تكتب. حلو جدا انك تكون ضمن مشروع بهذا الحجم. مين بيراقب؟ طيب بيراقب على ايش بالضبط؟ على الالتزام تبع الناس اللي هو بتقرا على الكومنتس الكتابات ما الى ذلك. هلا هو تدرج حكينا انه احنا سفراء اسبوعها ضمن مجموعه مثلا 9 اعضاء في لهم قائد. القائد كمان انا مثلا انا كقائد بقرا يعني لازم اقرا يعني ولا شيء ممكن يعفيني من موضوع القراءه. هلا في كمان مشرف على هدول القاده. بعد هيك بنرجع لدكتور احمد. شكرا لك يا سفيرة مشروع أسبوحة عروب البرغوثي. نتمنى لهذا المشروع أنه ينطلق أكثر في فلسطين وينضم إليكم أعداد أكبر. شكرا لك يا سعد صباحك. يا أهلا شكرا كثير لكم. شكرا يا سعد صباحك. ومشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة. دمتم بخير. نتمنى لكم نهارا طيبا وإلى اللقاء.